تزامنا مع هذه الأحداث اللي كيعرفها العالم كامل بأزمة ولا جائحة كوفيد-19، وخاصة في المغرب كتقوم إدارة الجمارك في عدة مناطق في المغرب، في عدة إدارات، وعندنا هنا في إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسط بحملة تبرع بالدم على مدة 3 أيام بشراكة مع طبعا المركز الوطني للتحكم بالدم. هذه المبادرة كتعتبر مبادرة إنسانية أولا باش نغطيو شوية الخصاص اللي كان عارفو كاين، خاصة أن كاين الحجر الصحي حاليا وبزاف الناس ما كيقدروش يديبلاصاو. الحمد لله حنا قادرين نديبلاصاو الإدارة ديالنا، دونك الإدارة ديالنا عملتنا هنا في وسط الإدارة واحد المركز باش نقدروا نعطوا فيه الدم باش نلبيو نداء المستعجل اللي كاين باش نغطيو غير شوية الخصاص ونقضوا أرواح الإنسانية المغربية. في إطار الجائحة التي يعرفها العالم والمغرب، قرر أعوان وأطر مديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط بالمساهمة وتلبية النداء بالتبرع بالدم نظرا للنقص الحاد الذي تعرفه هذه المادة الحيوية على مستوى المملكة. وكما يعرف الجميع، البلاد بكل مكوناتها جندت بقيادة القائد الأعلى للبلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة على جل المستويات، خاصة بالمعابر الحدودية، وكذلك هذا شيء قليل مما يفرض علينا الواجب الوطني.